إذا كان عندك شغف بالطب وبتحس حالك هو الاختصاص الوحيد اللي فيك تعمله، ما فيك تعمل شيء غيره، أكيد دروس طب. هلا بالطب دراسة دائما طويلة، بتاخد كتير وقت، ولكن بالطب ما منعد سنين، سنة بالزايد، سنة بالناقص، مهم الأوتكم، مهم آخر شيء يطلع الواحد طبيب ناجح. ليك الارتفيشال انتليجنس عم تاخد دور كتير بالطب هلا وعم تتقدم كتير بالطب. الارتفيشال انتليجنس هلا عم نستعملها لتساعدنا بالتشخيص، لتساعدنا بعلاج حالات المريض، ولكن ما بحياتها بتصير الارتفيشال انتليجنس تستغني عن الطبيب. كل ما زاد دور الارتفيشال انتليجنس بالطب كل ما صار في حاجه اكثر لطبيب. يمكن يكون الحاجه لطبيب مش بالتشخيص، يمكن يكون الحاجه لطبيب بالعلاج، ولكن دور الطبيب بصير اساسي. The typical question, machine replacing a man, بالهيلث كير وبالطب ما كتير ظابطه.